خمس كلمات اجعلها على لسانك لا تفوتها. تدرون ليش؟ يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يعني الحديث ما في مطعن أبد صحيح، قال فإنه لو قالها فإنه قد سأل الله خيري الدنيا والآخرة، كل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة قد سألت الله إياه في هذا الخمس كلمات. خمس كلمات تقولها وتحفظها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها بين السجدتين، إذا سجد ورفع اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. والله يا أخواني أنا أقولها دائما، هذا الحديث تعلمته قبل 20 سنة، فكنت أتفكر كل شيء. أنا أريد زوجة موجودة في الخمس، أريد ولد موجودة في الخمس، أريد الغنى موجودة في الخمس، أريد الأمن موجودة في الخمس، شرح ذلك يطول. جلست 20 سنة أسأل المشايخ والعلماء وأتفكر وأسجل لعلي أحصن شيئا ليس موجودا في الخمس، فلم أجد. فتمسكت بفضل الله سبحانه وتعالى من سنين بهذه الكلمات الخمس.